أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة إنجلترا ونيجيريا الودية التي ستقام باستعدادات كأس العالم روسيا 2018 التي ستنطلق في 14 من الشهر الجاري، حيث تقام المباراة اليوم السبت 2 يونيو 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة المباراة ومعلق المباراة أيضا. وتقام المباراة اليوم على ملعب ويمبلي بمدينة لندن بإنجلترا، حيث يتسع الملعب لعدد من المتفرجين يصل إلى 90,000 متفرج. وتقام مباراة إنجلترا ونيجيريا الودية اليوم السبت 2 يونيو 2018 في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والخامسة والربع مساء بتوقيت تونس والجزائر، والثامنة والربع مساء بتوقيت الإمارات، والسابعة والربع مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والرابعة والربع مساء بتوقيت جرينتش والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت HD2، ويعلق عليها المعلق الرياضي علي محمد. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.